بص بقى اول سؤال. أحسن واحد مش عايزين نقاطعك بنوت صوتي عشان كله عايز اشوف ينسون اهو اهو ينسون اهو اتفضلي يا استاذ احنا اسفين حاضر ينسون وقعت يا جماعه البتاع ده فتح ليه؟ انت فتحته ليه؟ مش عايز واضح احنا بنخش المطبخ كتير مش لا والله ده مش زي اللي عندي مش زي اللي غلط اتفضلي يا عندي قولي بقى امتى الراجل يقرر الانسحاب من علاقه مع واحده لما يبطل يحبها ولا لما تقول له تعالى قابل بابا؟ ها؟ بسرعة إجابة صريحة لا مش فاهم السؤال يعني إيه يقرر ينسحب؟ يعني إمتى الراجل يبقى في العلاقة وبعدين يقرر مرة واحدة ينسحب؟ لما إمتى يقرر يخلع؟ يفك من العلاقة؟ يفك من العلاقة لما يكتشف إن هي مش كويسة أو لما يكتشف إن هي خاينة أو مش مخلصة؟ لا لما يبطل يحبها ولا لما تقول له مرة واحدة وتفاجئه وتقول له تعالى قابل أبويا؟ ما هو على حسب هو العلاقة دي كانت عاملة إزاي؟ أنا ما ينفعش أكون مثلا في خطيبتي مثلا أنا رحت خطبتها يعني أنا خاطب دلوقتي اتفضلي بس الأول اشربي كده ميرسي كتير لحظة واحدة بس هنضطر بقى انت قلت ايه دلوقتي بقى كنت بتقول ايه كنت بقول ان انا دلوقتي لو انت قلت حاجه ده انت قلت يعني انا لو خاطب, خاطب دلوقتي انت خاطب لا دلوقتي؟ مش خاطب لا 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 طب ناوي تخطب قريب ربنا يبعت حويط حويط قوي طب بلاش هسالك السؤال بطريقه اسهل ايوه امتى الراجل يبطل يحب الست او يقرر انه يخلع نفس الرد على فكره والله نفس الرد الراجل بيخلع او بينسحب او اي مكان لما يكتشف ان الست مش مخلصه طيب حصل ده حصل ده طب هنتكلم خلينا في حاجه هقول لك على حاجه لطيفه احنا عندنا دلوقتي خلينا بس عشان نبقى احنا عارفين بنرد ازاي دلوقتي في عندنا طريقين هل دي خطيبتي اللي هتبقى مراتي اللي انا اوريدي خاطبها ولا هل دي انسانه لسه بفكر لا لسه بتفكر لسه بفكر يبقى انا لسه مش متاكد يبقى انا لسه بجرب حلو يبقى انا لسه بكتشفها وبتكتشفني يبقى انا لما بقرر ان انا انسحب يبقى انا شفت عليها حاجات مش مناسبه ان هي تبقى معايا او تبقى شريكه تنسحب ازاي انسحب ازاي هو ده بقى اسطوانات الانسحاب ده الطبيعي عارف ايه نخلع نخلع بقى نخلع ازاي اللي هو بقى ايه انت تستاهلي واحد احسن مني انت هتتعبي معايا يعني قول لي الاسطوانات اللي انت ممكن تستخدمها لو عايز تخلع باداء ادي بقى والله يا باشا على فكره اقول لك على حاجه انت ربنا يكرمك باحسن مني والله العظيم انت مش جاي معايا انا بنت الناس راجل شغال على توك توك والحياه ناشفه وانت نفسك ربنا يكرمك بفيلا وقصر وبتاع انا غلبان والله العظيم التوك توك 40 جنيه في الفرده حلو الدنيا لايحه ده الشعبي اللي هو بقى ارستقراطي بقى الباشا يخلع ازاي خلي بالك انت بتمثل الرجاله هنا طبعا حبايبي طبعا الموضوع بجد بجد انت كان نفسي ابقى سبورت ليكي في الحياه بس حسيت اني هكون مقصر جدا انت حد جميل انا مش احسن حاجه في حياتك بس انا مستعده استناك يعني انا هقف معاك ما عنديش مشكله للاسف الشركه عندي عندي عرض ان انا هسافر وهقعد هسافر معاك عادي انا مكان ما انت هتكون انا هكون ما انا ما ينفعش تسافر معايا قبل 3 سنين هستناك تتجوز يبقى اعمل بلكونه ها خلي بالك اتجوز وسافر وانا هقعد استناك بس ابقى مراتك ابقى مطمنه ان انت بتاعي هبقى ظالم هتظلمني في ايه ما اقدرش اظلمك ما احنا مع بعض في عارفه مش هقدر اظلمك ليه عشان بحبك طب ده اللي هو يعني كده اللي هو بيحاول يعني بيحاول الكيوت بقى بتاع اللي هو الكيوت ده اللي هو ايه ناعم ده اللي هو بيحب على روحه ده اللي هو شباب الساحل سوري شباب الساحل انت عارفه لا مش قصدي انا على حاجه بجد عايز اقول لك على حاجه احنا بجد يعني احنا مش شبه بعض كمان او ماي جاد لا بجد احنا مش ليه هقول لك واي هقول لك ليه علشان انا لما كنت في الاكاديمي دايما سهى كانت بتقول لي ان ما بحبش الشخصيات دي انا سهى مش عايز اكمل فيك انا كنت لسه رايحه معاك او ماي جاد عملت كده كم مره في حياتك خلعت كم مره كتيت كم مره بصي هقول لك على حاجه بقى انا ما بخلعش الله انا بيخلعوا مني لا بجد ما عملتهاش قبل كده ايه مش سامع لا انا هنا ابراهيم سيبك ابراهيم عملتها كم مره ابراهيم لا والله انا مش بحب ما انت مش مثالي كده لا مش مثالي ليا كبوات واي راجل يقول لك انا مثالي ده كذاب
بس باجي عند يعني ليفل كده وبعمل حساب لربنا جدا يعني مش اما بتحس جوه نفسك انه لا مش نافع ما بتكملش خطوه لمجرد انك استراتيجيتك يعني ايه يا ابراهيم؟ تختفي تماما وتقفل تليفوناتك وما تظهرش ما تروحش نفس الاماكن ولا لا انا عندي تفصيله ولا بتواجه بتقول لا انا بدي فرصه مره واثنين وثلاثه وبعد كده بعمل والله بجد يعني ايه فرصه مره يعني بقول ده لو حصل تاني هتحصل مشكله ده لو انا بقى ده ارتباط لو انا في موضوع بجد موضوع حقيقي فاللي هو مش عارفين هيحصل امتى يعني والله شكله حاصل وبيضحك علينا لا 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 هقول لك بس حاجه لا انا متجوز الفن وقلت مرتبط بالفن بقى ده كلام طبعًا. انا بقوله يعني ده بقى لو يعني لو هي خلفته يعني او خلفت اللي انا قلته مره واثنين وثلاثه بختفي تماما تماما بختفي تماما وبلوكات من كل حاجه ومفيش ردود لو قعدت على دماغها ياه قلبك اسود يقفل يعني لا خلاص هو بعد كذا فرصه خلاص بينزل الستاره بعد الفرصه الثالثه يعني انا بدي ثلاث فرص قبل منهم بيبقى فيه طب احنا مش هنتكلم انا عندي المقدره ان احنا مش هنتكلم لمده ست ساعات لمده 12 ساعه لمده اسبوع جبار ده واضح انه حصل كتير جبار. لا طب... يعني بعمل كده وفي الاخر بتقلش طب احكي لي بقى عن واحده قلشتك يعني احكي لي خلعوا منك مثلا اديني مثلا كاركترات زي ما عملت مع الرجاله اعمل مع الستات لا طب مش مهم احنا مش لان دولات بيبقوا مش بنحكم عليهم قول لنا بس احنا عايزين تجارب من الحياه بنات صح. خلعوا منك وكل واحده خلعت بطريقه عامله ازاي يلا او وانت عملت الكاركتر بتاع الستات دي عملته كتير خلي بالك لا الستات دي يلا الستات دي مدرسه الله الستات الله هو في زي الستات ولا في حلاوه الستات ادينا شخصيتين اللي هي الشعبي زي ما عملت مع الرجال لا مش ستات ما اقدرش لا الستات ده ليها مود معين طب الستات ايه الاستراتيجيه في الانسحاب يعني اللي حصل معاك كان ايه اللي حصل معاك كان ايه يعني هم عملوا فيك ايه وانسحبوا ازاي لا هو انا مش انا ليه بتحسسوني ان انا حياتي كلها ما هي الا علاقات على ليه لا هو موضوع الحلقه وليه لا هو مش حياتك احنا بنناقشك لان انت الراجل في القعده دي فاحنا ايه يا بوش ها برجلتيني ليه تعالي بقى مش انت مخاوي هو شكله مخاوي صراحة لا يعني احنا ليه بنكلمك عن موضوع الستات والرجاله كتير لان هو الموضوع بتاع برنامجنا راجل طبعا لا ستات فاحنا عايزين نعرف مش الستات والرجاله بتكلم دلوقتي انا بتكلم ان انت بتقولي لي كلمنا عن كم من الناس اللي خلعوا لا مش كتير اللي خلعوا من حياتي يعني كم واحد كم واحد 10 20 لا مش كتير قوي يعني طب كلمنا عن الخلعه اللي هي كانت ضرس العقل اللي وجعتك قوي دي اللي هي التي لا تنسى حلو ده لا والله هو مفيش خلعه ضرس العقل بصي هي كانت حاجات كده يعني تفاريحي نزوات نزوات كده استهبال يعني كانت في مرحله ما من حياه اي شخص يعني طبعًا. بيمر بيها عارفه انت لما اللي هي بتبقى قائمه على الاختيار الشكلي ان انا بشوف واحده لذيذه وشكلها حلو عجباني شكلها حلو وبنت حبوبه ومش عارف ايه فده طبعا بالنسبه لي لم بعد بقى مرحله النضج وبعد سن ال 25 الانسان بيفكر بشكل مختلف طب بص احنا ابتدينا الحلقه ببوست شهير جدا الرجاله قالوا فيه وكانوا صراحه يعني قال لك احنا نحب الستات يقولوا لنا الجمل دي فلقينا معظم الرجاله بيحبوا الستات يدعوا لهم ربنا يخليك لينا ويرزقك برزقنا يعني تفضل دايما تجيب كما لو ان الست دي بتلعب دور الام وبعد شويه قال لك الجمل اللي ليها علاقه بالطبيخ وبالاكل وبعد شويه قال لك الجمل اللي كلها حاضر واللي تشوفه ونسيوا خالص انه يعني المفروض تحب تسمع كلام من نوعيه وحشتني يا حبيبي ما اقدرش اعيش من غيرك طبعا. انت ايه الجمله اللي تحبها تسمعها من الست بتاعتك وتفرق معاك قوي الجمله اللي احب ان انا اسمعها كسف وضرب لخمه طب قولي بقى قولي بقى الجمل الكتير يعني بحب اسمع الجمله اللي بحسها ايا ما كانت ايه هي وانا حتى لو عملت حله محشي ايا ما كانت مش الاكل اي جمله هي بتقولها انا بحسها الحمد لله انا عندي بتوصلني جدا ايا ما كانت ايه هي ودائما بحب اسمع يعني اللي بعد الخناق يعني الصلح اول جمله تتقال دي لان دي بتبقى اصدق حاجه بتخرج من الست
تصدق فعلا اللي هي ما بتقررش ان هي تقولها بشكل متزوق او بشكل انت عارف ان في ناس بتحب الخناق عشان ده الحبه اللي بعد الحبه اللي بعد الخناق لانهم بيبقوا عاليين قوي قوي في المشاعر ماشي يا عم بس ده نكديين قوي يا ليه خلصت خلاص انا بكلم القرين بكلم القرين بكلم جنبك طب يا جماعه للاسف الوقت الحلو بيخلص بسرعه نورتني يا ابراهيم يعني انتوا قفلتوا الحلقه ليه انت بتحب الشخصيه دي انا بحب الشخصيه دي قوي 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 نورتنا يا ابراهيم بجد نورتنا من نجاح لنجاح في كريزي تاكسي واكيد كريزي تاكسي كان برنامج ناجح جدا واكيد النجاح ده كان واقف وراه ناس كتير جدا طبعا طبعا بصراحه يعني كل الكرو اللي كان واقف طبعا بدايه من الاستاذ اسلام علي المنتج والاستاذ احمد البطل والجزء الاولاني كان عصام كفافي يعني الناس دي كلها كانوا سبورت جدا للموضوع وبرده المنار والمؤلفين طبعا هيثم احمد وهيثم نبيل واسامه حسام الدين طبعا كل الناس دي الكرو كله بصراحه كلهم لانهم عملوا شادي الكوافير وسيد طلعت الميك اب ارتست وكل الناس بصراحه موفق دايما يا ابراهيم.